تجربة حلوة. الإنسان مثل ما يحتاج الأشياء الأساسية، الملبس والشرب والأكل، يحتاج أيضا إلى 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 التنفيس، والتنفيس ما يأتي إلا عن طريق الرسم والفن والموسيقى. ثقوا تماما، لابا لا تنتمي لأحد، هي تنتمي للإنسانية بعيدا عن كل الطوائف والأفكار والتيارات والأحزاب والأفكار، سواء كانت من أي نوع فكر وتيار نتحيز له. نحن نتحيز للإنسانية لهذه الأرض.